السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في القناة ديالي شهيوات رشيدة. اليوم غنحضر معكم واحد الوصفة اللي زوينة وزوينة بزاف، ديال اللوبيا البيضاء او الفاصوليا البيضاء. كتجي لذيذة وكتجي زوينة بزاف. هاد الأكلة شعبية ولذيذة، وكندخلوا القطاني في الماكله ديالنا مع دابا البرد، وكتجيب واحد لاصوص اللي كتجي زوينه بزاف. وانتم غادي تتبعوا معايا، ودابا ندوزوا لطريقه التحضير مع تقديم المقادير على بركه الله. عندي هنا الكميه كتبقى على حساب الرغبه. انا عندي هنا واحد 500 غرام ديال اللوبيا، نص كيلو، رقدتها في الماء ليله كامله، ضروري من هذه العمليه باش كترخف وكتصبح فتيه دغيا كطيب. رقدتها في الماء وبيتها ليله كامله، واليوم ملي فقت صفيتها وعاودت غسلتها مزيان. هيا هنا عندي 500 غرام، عندي واحد 500 غرام ديال المطيشه طريه محكوكه، او انا كنطيب وكنطحن وكنصفيها. عندي واحد طريف ديال القرعه حمراء، كيجي هاد القرعه كتجي زوينه بزاف في هاد اللوبيا، كتعطيها الخطوريه اللاصوص وكتعطيها واحد المذاق ديال الحلاوه. وكندير معاها حتى خيزو او الجزر الا بغيتو. عندي قزبر ومعدنوس مقطعين، عندي واحد ثلاثه الفصوصه ديال الثومه غادي نحكهم، عندي بصله محكوكه، عندي هنا واحد جوج معالق كبار ديال الطعام ديال مطيشه الحك او مركز الطماطم. وهنا عندي توابل، عندي سكنجبير، كاين خرقوم بلدي، كاين الكمون، كاين ابزار او فلفل اسود، كاين ملح بحسب الذوق، كاين فلفل حمرا حلوه او بابريكا، وكاين زيت الزيتون وزيت نباتي مخلطين. ودابا ندوزو لطريقه التحضير. هيا ديك القرعه كنحيد ليها ديك الجلده التحتانيه باش غنحكها في حكاكه رقيقه. دابا عندي واحد الطنجره غنبدا ندير في هذوك المكونات. كندير داك لاصوص ديال المطيشه، غندير فيها بصله محكوكه، وهاديك القرعه الحمراء اللي حكيت، كنستافدو من القطنيات وندخلو معاهم الخضر. هاديك مركز الطماطم، قزبر ومعدنوس انا درت نصو، والنص غنخليه حتى الاخير. غندير هذيك الثومه، دابا غنديرو التوابل. عندي معلقة صغيرة ديال الفلفلة حمرا حلوة، معلقة ديال الخرقوم البلدي أو الكركم، معلقة صغيرة ديال السكنجبير أو الزنجبيل، ومعلقة ديال الكمون، معلقة معامرة ديال الإبزار، وملح كتبقى بحسب الذوق، وتقدروا الملح تخليوه حتى الاخير. ودابا غادي نخلط هاد
غادي ندير هاد المكونات كلها تتقلى، وصبح عندي لاصوص مركز كتر واحد 5 دقائق. وانا درتها في الطنجرة، غتاخد معايا من ساعة حتى ساعة وربع في الطياب تقريبا. ولا درتوها في طنجرة الضغط راه غتاخد معاكم وقت اقل، وكطيب بالزربة. وعندي واحد 4 المعالق حتى 5 المعالق مخلطين ما بين زيت نباتي وزيت الزيتون. هيا من بعد ما خليتها تقلات واحد 5 دقائق تصبح لي لاصوص بهاد الشكل، شتو مركز اكثر. دابا غندير واحد 2 إيطرو ديال الماء، هذا ماء عادي خديته من روبيني. ها ليطرو لاخر، ومن بعد غادي نضيف عليهم هذيك اللوبيا. عندي هاد الفلفله غادي نضيفها مع هادي، كتبقى اختياريه اللي ما بغاش ما يديرهاش. ودابا غادي نخليها طيب صافي، ونديرها طيب حتى الاخر. وعاد غادي نضيف عليها واحد العصير ديال الحامضه. وهي من بعد ما طابت اللوبيا البيضه اللي حضرت معاكم، كتجي زوينه بزاف ولذيذه. هاشت كتجي من بعد ما طابت، انا غنضيف عليها واحد عصير حامضه، وهذا كيبقى اختياري اللي مبغيتوش ديروه ماشي ضروري. ونضيف عليها صفر مادنوس اللي خليت من الاول، ونخلي شويه تزين. ودابا غادي نردها فوق النار فوق العافية واحد 2 دقائق، ومن بعد رجع معاكم. دابا غنجيب هاد الصحن فاش نقدم. هيا من بعد ما درتها في صحن التقديم، زينت بهادوك فليفلات الحارة اللي درت معاها، وغنزينها من الفوق بشوية المادنوس بهاد الشكل. هاد اللوبيا كتجي زوينه بزاف، وما كاينش شي بيت اللي ما كتعجبوش اللوبيا البيضاء وكيحضرها في هاد الوقيته ديال البرد، لانه كيجي واحد الطبق اللي زوين وصحي ولذيذ بزاف، مع فيها الخضار فيها القرع حمراء كيف ما شفتوا معايا، كتجي لذيذه ولذيذه بزاف. ونتمنى هاد الوصفه اللي حضرت معكم اليوم ديال اللوبيا البيضاء او الفاصوليا تعجبكم وتجربوها في البيوت ديالكم، لانها تستحق التجربه. طبق اللي شعبي ولذيذ. وهذه هي الوصفه اللي حضرت معكم اليوم ديال اللوبيا بيضاء بلاصوص ديال المطيشه، كتجي زوينه وزوينه بزاف كيف ما كتشوفوا، كتجي اكثر من رائعه. ونتمنى هذه الوصفه تكون عجبتكم، وبالصحه والراحه. نتوما كتجي لذيذه وكتجي خاطره، وديك القرعه الحمراء كتعطيها واحد الحلاوه اللي كتجي زوينه بزاف. وشكرا على حسن المتابعه، الى اللقاء الى فيديو جديد ان شاء الله.